السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة تخطي حساب جوجل بعض الفورمات على أجهزة الأندرويد بكل سهولة، وخاصة أجهزة السامسونج. زي ما احنا شايفين ده جهاز تعمله فورمات ومحتاجين نتخطي حساب جوجل. ازاي نعمل كده؟ بنتابع التالي، بنضغط ستارت، نختار اللغة طبعا، نضغط ستارت تمام، بختار الشبكة النت، لازم اوصل نت، يعني بوصل بشبكة النت واحط الباسورد بتاعي تمام. بعد ما اتصل بشبكة الانترنت واحط الباسورد تمام، بقول له نيكست، شايفينها تحت اهي، نيكست تحت اهي خالص، بضغط على نيكست، بطلع له فوق، بضغط على السهم اللي تحت ده بحيث يجيلي نيكست تمام اهو، بضغط على نيكست هنا اهي، بضغط اجري. فطبعا بيطلب مني حساب الجوجل اللي هو مش معايا او مش موجود معايا. فبتصرف ازاي؟ بنتصرف كالتالي، هنا بنكتب اي حاجة كده، اكتب اي حاجة عشوائية، اسف ما تكتبش حاجة، اقف بس، مجرد ما هتقف هيظهر لك الكيبورد، بتضغط على علامة الترس اللي قدامنا دي، شايفينها علامة الترس اهي، شايفينها، بروح على علامة الترس اضغط عليها، اسف اضغط عليها، ومن علامة الترس بعد ما اضغط عليها بيظهر لي الشكل اللي قدامنا، بختار كيبورد لي اوت، كيبورد لي اوت تمام، بضغط عليها، ومن هنا بكتب اي حاجة عشوائية كده، اي 10 حاجات كده، اي حاجة عشوائية، وبضغط عليها اعلم عليها كده. لما بضغط عليها اعلم عليها كده كان بيظهر لي حاجة مربع فوق كده، شايفين كلمة اسيست، اسيست اللي على الشمال دي، اسيست شايفينها اهي، بضغط على كلمة اسيست اهي، ظهر لنا اهي، بضغط عليها بيظهر لي الشكل اللي قدامنا ده، بضغط هنا وبكتب كروم، ببحث عن كلمة كروم، سي اتش ار او اهي، ار او ام، كروم، متصفح كروم كلنا عارفينه، بضغط عليه تمام، سي اتش تمام، احنا في كروم دلوقتي. طيب وبنبحث، احنا خلاص بقينا جوه كروم، بعد ما تضغط على كروم بتبحث عن موقع اسمه ال اي في اي ال اي زد تمام اهو، بعمل سيرش على الكلمة دي، بختار اول حاجة بتطلع لي اللي هي داونلود ال اي اللي هو اسم الموقع اهو، بضغط عليه، بخش على الموقع، بدون، بعمل داونلود لحاجتين في الموقع ده تمام، بقفل دي، بضغط بدون، في قدامنا حاجات مكتوب عليها 1 و2 و3، يبقى اضغط اكسبت لو دي ظهرت لك، اضغط اكسبت لو دي ظهرت لي تمام، بقفل الاعلان ده، يبقى هنختار 3، اضغط نمرة 3، اختار 3 واضغط عليه وهعمل له داونلود، بروح على بعد ما اضغط على 3 بنزل كده بيظهر لي الصورة دي، كليك تو داونلود، بضغط على الصورة بيعمل داونلود، ابديت بيرميشن الاو، اوكي اقول له اوكي. ده اول حاجة احنا نزلناها. بعد كده هنروح على، شايفين كلمة اوبن دي، لازم بعد كده ان شاء الله نستخدمها دلوقتي، اقفل بس الاعلان دايما، ارجع عشان اجيب نمرة 5، يبقى نزلنا 3 و5، نمرة 3 و5، ثواني 5 اهو، بضغط عليه كده، تضغط عليه تاني، نرجع تاني لهنا للكروم تاني تمام، اختار الكروم تاني عشان اشوف الحاجات اللي نزلت، اقفل هلاقي ان انا الحاجات اللي نزلتها موجودة هنا اهي تمام، اقدر ان انا اثبتها. اول حاجة هنثبتها، هنثبت الاندرويد 6 ده جي ام تمام، ده هنضغط عليه، طبعا هيقول لي السيتنج، هضغط على السيتنج وهقول له unknown source، اعلم على unknown sources، شايفين unknown sources اللي انا معلق واقف صابع قبالها دي اهي، اعلم عليها خليها open اهو، اقول له اوكي، اقول له انستول تمام، اقول له دون، اضغط على دون هنا، وارجع تاني اثبت ال FRB bypass تمام، هثبته اهو، اضغط عليه كده، اقول له نفس الكلام السيتنج، نفس اللي احنا كنا عاملينه دلوقتي، ونقول له ان اون سورسز نسمح بيها، اقول له اوكي، اقول له انستول،
اقول له اوبن، المرة دي هنقول له اوبن. في ال FRB باي باس هنقول اوبن، خلي بالك من النقطة دي، اوبن اوبن، وما بنكتبش اي حاجة هنا خالص، بنروح على الثلاث نقط اللي فوق دول وبنضغط على براوز ساين ان وبتقول له اوكي. وهنا بقى بتحط الجيميل الخاص بيك، اما ان انت تعمل جيميل جديد او ان انت تحط جيميل موجود معاك وانت مجهزه. يفضل تكون مجهز جيميل علشان تعمل بو تخش بيه مباشر، ولكن انا كريت جيميل، هضغط على كريت اكونت وابدا اعمل ايميل جيميل جديد واكون حافظه طبعا علشان ما نساهوش زي اللي فات. وليكن مثلا هسميه سيف، اعطينا اليوزر نيم سيف، سيف هيثم، لا طول او كده. المهم انت بتظبط الجيميل زي ما انت بتحب، مثلا كده انا هعمله كده مثلا، وحطيت الاسم الاول، احط الاسم الاول مثلا كده، وبنزل تحت احط الباسورد فيرم، وبعمل نيكست كأني بعمل جيميل جديد. هو قال لي ده متاخد، بحاول ان انا اغير فيه شوية، 007 مثلا، ونجرب كده ونكست. تمام، بيقول لي حط التليفون والكلام ده كله، انا اقول له لا مش هحط التليفون دلوقتي، بختار تاريخ الميلاد. تمام، بقول له نكست، خلاص كده تم تخطي اجري. كده تخطينا حساب جوجل زي ما احنا شايفين اهو. خلاص لو انا عملت باك 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 باك، تمام. اقدر دلوقتي اخش بالايميل اللي انا كنت عامله، لازم تكون حافظ الايميل طبعا. اي اجري، كأنك بتخش على جهاز من نيكست، كأن داخل من الاول. المفروض ان هو هياخد وقت بس على بال ما يتعرف على الايميل الجديد ويخش عادي على الجهاز، بيطول شويه لكن استبر عليه. بتحط طبعا تاريخ الوقت اللي يناسبك وجابه تلقائي، بضغط نيكست، خلاص احنا كده والايميل اهو موجود وكل حاجه موجوده. بضغط هنا كده وتم اضافه النوت ناو، ضغط نوت ناو، خلاص نكست ويرجع. مش عاوز اضيف انا باسورد دلوقتي، اقول له سكيب، اقول له سكيب انوي كده. خلاص التليفون فتح معايا وبقى زي الفل. انا مش عاوز دلوقتي الاكونت ده خالص، سكيب سكيب، نضغط تاني هنا نكست اجري. تمام، نوت ناو، وخلاص فتح معانا الجهاز زي ما احنا شايفين. اتمنى يكون الشرح واضح وسهل، لو في اي استفسارات ما نشوف تعليقات. لو الفيديو عجبك اعمله لايك، لو عايز تفيد غيرك اعمل له مشاركه. لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر، اتمنى تكون من المشتركين معانا. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.